النهارده بالليل في مواجهه ناريه، واحد من اقوى دربيات الكره الاوروبيه مش بس الايطاليه، نهائي كاس ايطاليا اللي هيجمع بين الانتر واليوفي. النهارده الليله هتكون مشتعله جدا في تورينو او في ميلانو. معانا واحد من نجوم الكره الايطاليه، نجم من نجوم اليوفي وروما السابقين، وواحد من الجيل العملاق الحقيقه اللي قدم يوفنتوس للكره الاوروبيه بمنتهى القوه، لعب طبعا مع زي ما قلت لكم مع دينو باجيو، مع روبرتو باجيو، مع فيالي وغيرهم من نجوم الكره الايطاليه، ماركو دي ماركي ضفنا في السادسه من خلال سكايب. بدايه طبعا بشكرك على ظهورك على شاشه الاهلي وبرحب بيك، اهلا وسهلا بيك في السادسه. مساء الخير على الجميع، شكرا على توجيه الدعوه لماركو وتقبلت الدعوه بكل سرور، لأننا نتحدث عن فريق من أهم الفرق في الوطن العربي وفي قارة أفريقيا، وفخر وشرف لي الزور على قناة النادي الأهلي. طيب هبتدي معاك من مواجهة النهاردة، مواجهة الليلة اللي هتجمع بين الإنتر واليوفي في نهائي كأس إيطاليا. كل يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه. اليوفي الحقيقة قدم موسم من أسوأ المواسم، فرصته الكبيرة هو تحقيق اللقب، والإنتر يعاني في محاولة للحاق بإي سي ميلان في الكالشو، وبالتالي الاثنين عندهم فرص كبيرة جدا في تحقيق ورغبة كبيرة في تحقيق الفوز. مين الأقرب من وجهة نظرك؟ كما ذكرت مباراة يوفي وإنتر ديربي إيطاليا الكبير ستكون مباراة كبيرة على أرضية الأولمبيكو، وكما ذكرت أيضا كل فريق لديه طموحات مختلفة عن الآخر. الإنتر يجاري الميلان من أجل الفوز بلقب الدوري الإيطالي سكوديتو، واليوفي مع أليجري يريد إنقاذ الموسم حتى لا يخرج صفر اليدين، وهذا ما سيجعل المباراة ساخنة وسيلعب المباراة كبيرة جدا. كل لديه طموحات أكثر من الآخر، لكن لا أستطيع أن أقول من سيفوز، لكن أعتقد أن اليوفي الأقرب للفوز أمام الإنتر في أمسية اليوم، لأن اليوفي يريد أن يخرج ببطولة، لأن رئيس النادي تحدث في الفندق قبل مغادرة الفريق قبل قليل هذا لقناة الأهلي وحثهم على العودة إلى تورينو باللقب. قبل ما أسيب نهائي الكاس وقبل ما أسيب اليوفي والإنتر وأروح للكالتشو، يهمني أسألك على اثنين من أهم أسماء اللي بيضموها الفرقتين، اثنين من أهم نجوم يمكن الكرة الإيطالية في الوقت الحالي، باولو ديبالا نجم طبعا الأرجنتين ويوفنتوس، ولوتارو مارتينيز نجم أيضا الأرجنتين والإنتر، والكلام عن راحلهم بنهاية الموسم الحالي. بالنسبة لي كما ذكرت على لاعب مثل ديبالا ولاعب مثل لوتارو مارتينيز قد تكون خسارة كبيرة لكلا الفريقين مثل الإنتر ويوفي، لأن الفريق ينافس على جميع البطولات المحلية والأوروبية. ديبالا الأمر أصبح رسمي وديبالا سيغادر يوفنتوس في نهاية العام. أما عن لوتارو، بالنسبة للوتارو إذا ما ترك الإنتر قد تكون خسارة لفريق النيراتزوري، لكن أعتقد أن الإنتر لا يتأثر برحيل أي لاعب كما حدث في العام الماضي برحيل اثنين من أكثر لاعبين، لكن رسميا ديبالا خارج أسوار يوفنتوس، وتم رفض تجديد العقد مع رئيس النادي والمدير الرياضي. لكن بالنسبة للوتارو مارتينيز الأمور لم تحسن بعد. لوتارو تحدث مع المدير الإداري للنادي، هناك بعض المشاكل في بنود عقد لوتارو، ولكن مدرب الفريق حث المدير الرياضي ورئيس النادي عن عدم ترك لوتارو مارتينيز. ده هيخليني أسألك على عدم قدرة الأندية الإيطالية في المواسم الأخيرة في الحفاظ على أهم نجومها، يعني كريستيانو رونالدو رحل، جيان لويجي دوناروما رحل، لوكاكو وأشرف حكيمي من الإنتر رحل، وهو باولو ديبالا يرحل، وفي يعني السيناريو الأقرب للحدوث إنه لوتارو مارتينيز هيكون خارج صفوف الإنتر. هل الموضوع مرتبط بالإمكانيات المادية فقط، ولا مرتبط كمان بفكرة عدم قدرة الأندية الإيطالية على المنافسة والتتويج بالألقاب الأوروبية؟ ما credo che بالنسبة لي
هي مشكلة اقتصادية أكثر، لأن أوروبا في هذه الأيام تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة، والجميع يتخلى عن نجومه. هناك بعض الأسماء التي قد وقعت بالأمس في صفقة كبيرة تركت فريقها، تحدث عن النادي الألماني. هل يعني ذلك أنهم ليست لديهم القدرة على الاحتفاظ؟ لا، هي مشاكل اقتصادية، والأندية الأوروبية بدأت التخلي عن بعض نجومها من أجل الحصول على أموال، لأن من الممكن أن تبيع لاعب بقيمة كبيرة وبسعر هذا اللاعب تستطيع أن تشتري 3-4 لاعبين، وهذه قد تكون كفاءة المدير الرياضي. هي لها عدة أوجه، ولكن مشكلة اقتصادية كبيرة تعاني منها الأندية الأوروبية، وهذا ما يجعلهم يتخلون عن. هروح معاك لتجربة مورينيو مع روما، وهل بتشوف أنه التجربة ممكن أو نقدر أن احنا نطلق عليها تجربة ناجحة، وخصوصا بعد نجاح مورينيو مع روما في الوصول لنهائي بطولة الكونفرنس ليج في مواجهة فاينورد الهولندي؟ من الهم جدا أن يفوز مورينيو بالكونفرنس ليج، لأن مورينيو مر بعام في روما، أصعب فترات مورينيو في روما، لأن مورينيو محظوظ باللعب تحت الكورفا سود، جماهير روما، لأن جماهير روما لديها العقلية الكبيرة، إذا حبت وعاشقت لاعب أو مدرب قد يدعمونه حتى آخر نفس، وهذا ما يشاهده مورينيو، وهذا ما يعيشه مورينيو بعكس لاتسيو. لكن مورينيو يجب أن نحكم على التجربة، إذا ما فاز مورينيو بفاينل الكونفرنس ليج هذا قد يكون كافي لشعب روما، لأن روما لم تتوج بأي بطولة أوروبية في تاريخ النادي. صحيح أن الكونفرنس ليج ليس بعظمة الدوريات الأوروبية الأخرى، لكن مورينيو يعيش في فترة صعبة، خسر آخر مباراة، لكن لديه الفاينل أمام الفريق الهولندي، وأتمنى وأعتقد أن روما أقوى من فاينورد روتردام، وكرة روما أقوى وأعظم من كرة فاينورد، وأعتقد أن مورينيو لديه القدرة ولديه الشخصية من أجل الفوز بهذه البطولة، لأن عدم فوز مورينيو بهذه البطولة بعد وصول روما للفاينل بعد أكثر من 60 أو 70 عام قد تكون مشكلة كبيرة. مورينيو وسينقلب السحر على الساحر، ستنقلب الكورفة وستنقلب جماهير روما عليه. أروح معاك للمباراة الأهم واللي بينتظرها الحقيقة عشاق كرة القدم في العالم كله، المباراة اللي هتجمع بين ليفربول وريال مدريد في لقاء أطلق عليه اللقاء ثأري في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا. مين الأقرب لتحقيق اللقب من وجهة نظر ماركو دي ماركي في 28/5؟ عندما تصل إلى الفاينل، وليس أي فاينل، نتحدث عن أعظم ناديين في أوروبا، أنا أتوقع من سيفوز بهذه البطولة صعب جدا، لأن فريقين كبار، فريقين في أوروبا، خاصة ريال مدريد، ريال مدريد الذي قام بعمل آخر مباراتين قمة الروعة. الريمونتادا الذي عمله كارلو أنشيلوتي، كارلو أنشيلوتي أحد أروع وأكبر المدربين الإيطاليين، لأنه كان لاعب إيطالي رائع ومدرب رائع. أنشيلوتي لديه المينتاليتا، لديه العقلية الكبيرة من أجل الفوز بدور أبطال أوروبا، وقد فاز به مع الميلان وفاز به أيضا مع الريال. سؤالي الأخير سؤال افتراضي لماركو دي ماركي الحقيقة، بمناسبة بطولة دوري الأبطال، ماذا لو، يعني أنا عارف أن السيناريو ده صعب الحدوث جدا في أوروبا، بس ماذا لو بعد وصول ريال وليفربول، بعد تحديد طرفي نهائي دوري الأبطال، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه إنجلترا مثلا أو الأنفيلد هيستضيف المباراة النهائية لدوري الأبطال، إزاي ممكن اللاعبين والجمهور يستقبلوا خبر زي ده؟
أعلم هذا يدعو أن هناك بعض الاتحادات ليست لديها القدرة على تنظيم البطولات داخل قاراتها. أتحدث عن مشكلة النادي الأهلي، قد تابعت ما قام به جماهير النادي الأهلي لأن كان حدث عالمي عندما تصدر جمهور النادي أحد السوشيال ميديا الحديث عن تحديد ملعب النهائي. هذا صعب جدا لأن لا يجب أن تحدد ملعب المباراة قبل مباراة الفاينل. أتحدث عن أوروبا وعن موقع المباراة، صعب جدا، لا يحدث ذلك في أوروبا. ماركو دي ماركي نجم الكرة الإيطالية ونجم اليوفي روما، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في السادسة مع كل تمنياتي القلبية الحقيقة بعودة الأندية الإيطالية. وأنا من عشاق الكرة الإيطالية ومن عشاق الكالتشو ومن عشاق اليوفي والإنتر والميلان، فعودتهم مرة تانية لصدارة المشهد في الكرة الأوروبية بشكرك شكرا جزيلا مرة تانية. واسمحوا لنا نروح لفاصل ومتواصلين مع حضراتكم بعد الفاصل في السادسة، تابعونا.